دولة الإمارات تعتبر الدولة رقم واحد في معدل البصمة البيئية واللي تعبر عن نمط الاستهلاك داخل الدولة. هذا النمط والاستهلاك العالي يعتبر يعني غير مستدام، ودولة الإمارات بدأت بكثير من الخطوات للتخفيف من بصمتها البيئية من خلال إطلاق البصمة البيئية لدولة الإمارات والتي الآن في عامها الثالث. طبعا مبادرة البصمة البيئية هي تهدف في المقام الأول إلى تغيير السلوكيات الأفراد، هي مسؤولية مجتمعية لابد من الجميع المشاركة والتضامن لتخفيف وتقليل بصمتنا البيئية في دولة الإمارات. نحن في وزارة البيئة والمياه نشارك الجميع في حملة أبطال الإمارات، أن استدامة دولة الإمارات هي حق لكل طفل. تم الاستعانة بالجمعية وصندوق الدولي لصون الطبيعة الذي قدم استشارة فنية عالية للوزارة، وتم تقييم المبنى الجديد وتحديد نقاط الاستهلاك العالي ووضع برنامج متكامل لتخفيض الاستهلاك في المبنى من استهلاك المياه والكهرباء. We came with an idea that we could install an energy saving model on all the air conditionings. An energy saving model is an intelligent computer saving device. Here you can see an example of the LED lights which we are going to install in all the offices. And there we came with a very easy solution with water saving devices. We estimated that the savings in energy would be around 24% in electricity. And that gives a reduction on CO2 emission of about 220,000 kilograms a year. حملة أبطال الإمارات Heroes of the UAE هي حملة رائدة. هذه الحملة تزود جميع أفراد المجتمع بالإرشادات والمعلومات اللازمة والمقترحة لتقليل هذا الاستهلاك. وبهذه المناسبة ندعو جميع سكان ومقيمين دولة الإمارات لاطلاع هذه الإرشادات بموقع الحملة heroesoftheuae.ae، وكذلك مشاركة جميع أفراد المجتمع المدني في هذه الحملة.